أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. دائما تحت تأثير تنبيه من المستوى الثاني على كل من ولاية أقول بسكرة المغير توغرت واد سوف، حيث درجات الحرارة تحتضر خلال نهار اليوم وصلت لغاية 49 درجة حتى على منطقة الأوراس. أما خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما أجواء مغشات على السواحل، لكن السحب ستزداد كثافة ركامية رعدية مع احتمال بعض الأمطار المتفرقة خلال أمسية الغد إن شاء الله حتى على أقصى الجنوب. مرتفعات الهوغار والتاسيلي زوابع رملية ستنشط على كل من الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الشرقي، كذلك منطقة الصورح إلى غاية أقصى الجنوب. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد إن شاء الله درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 25 إلى غاية 28 درجة على المناطق الشمالية، 35 درجة على مقياس على كل من بسكرة المغير وتوغرت، 30 إلى 31 درجة على كل من الصحراء الوسطى، كذلك شمال الصحراء لولاية غردية حتى على تندوف، 24 درجة على تمن رصد. خلال ظهيرة الغد دائما طقس حار مع نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية وتتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة، ترتفع لغاية 43 درجة على كل من تيزي وزو، البويرة، المسيلة، كذلك برج بوريريج حتى على باتنا، خنشلة، سوق راس، 48 درجة على بسكرة، المغير، توغرت، واد سوف حتى على أدرار، إن صالح وتيميمون، 47 درجة على تندوف، تصل لغاية 39 درجة على تامن رصد. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة شرقا وغربا لكن معتدلة على السواحل الوسطى ضمن تيارات شرقية تماما تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة، درجة حرارة مياه البحر تبقى معتدلة مستقرة تصل لغاية 28 درجة مئوية. غروب الشمس ليوم الغد نهاية الأسبوع على مستوى العاصمة سيكون بحول الله دقيقتين بعد 8 مساء. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع في أمان الله.